ما الذي اختلف في الصورة التي كانت حاضرة في الأمس في لندن عما هي عليه الآن هناك؟ أبو بكر بشير يجمل لنا المشهد حيث هو. أبو بكر، مقر اللجنة الفرعية للانتخابات داخل السفارة المصرية في لندن، يتوقع اليوم مشاركة أكبر من الناخبين المصريين، وهذا ما لمسناه بالفعل، حيث توافد منذ ساعات الصباح عندما فتحت السفارة أبوابها عند 9 صباحا عدد من الناخبين يوازي تقريبا مجموع ما جاء بيوم أمس بالكامل. هذا بالإضافة إلى أننا تواصلنا مع أعداد من المصريين المقيمين خارج العاصمة وجميعهم في الطريق الآن إلى لندن، كل من تواصلنا معه أكد ذلك. أمامهم ساعات ويتوقع وصولهم خلال ساعات النهار، إذن المشاركة أوسع اليوم طبعا، وهذا كان شيء متوقع بحكم أن اليوم السبت هو يوم عطلة رسمية في بريطانيا متبوع بيوم عطلة ويوم غد. بعض الوافدين إلى لندن هم عائلات حقيقة حتى مع أطفالهم، حتى هؤلاء الأطفال ليس لهم الحق في الانتخابات، ولكن العائلة قررت أن تحول هذه الرحلة إلى لندن إلى رحلة بالمعنى الحرفي للكلمة، يمارسون حقهم الانتخابي ثم يقضون يومهم بالكامل في العاصمة ليستمتعوا بأجواء لندن. إذن العملية تسير بسلاسة كبيرة، فعليا الناخب لا يحتاج أكثر من دقيقة واحدة حتى يكون قد أتم العملية الانتخابية. جميع أفراد السفارة موجودون هنا ابتداء من معالي السفير السيد شريف حتى آخر موظف في السفارة، كلهم موجودون هنا لخدمة الناخبين ورد على استفساراتهم. الأمور تسير بسلاسة، تحدثنا مع عدد من الناخبين أكدوا على أن هناك عدة أسباب تدفع كل واحد منهم للمشاركة في الانتخابات، ولكن يبقى أهم سبب أجمع عليه الكثيرون هو أن التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الدولة المصرية الآن هي دافع وحافز إضافي مهم جدا، هو ما يحركهم، حيث أكدوا أن التحديات الاقتصادية مثلا الداخلية هي مسألة سوف يتم حلها قريبا، ولكن التحديات الإقليمية سيكون لنا وقفات متتالية معك أبو بكر فيما يخص توافد الجالية المصرية إلى مقر السفارة في العاصمة لندن، وأين تتركز أو يتركز الشطر الأعظم من أبناء الجالية المصرية في لندن أم في خارجها؟ أشكرك حتى الساعة أبو بكر بشير مراسلنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك.